تعرف على طريقة وكيفية التسجيل في دعم الاجتماعي المباشر باستخدام الهاتف المحمول. نقوم بالضغط هنا، ثم سوف نقوم بالبحث هنا عن موقع ACDPME، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على طلب الاستفادة. سوف نقوم باختيار الجنس، سوف نقوم بكتابة رقم بطاقة الوطنية التعريف الإلكترونية، هنا سوف نقوم بكتابة معرف الرقمي، هنا سوف نقوم بكتابة تاريخ الولادة، هنا سوف نقوم بإدخال الرمز الأعلى، هنا سوف نقوم بالضغط هنا التأكيد، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل المزامنات. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، هناك فيديوهات القادمة إن شاء الله.